ولكن على الجانب الآخر منتخبنا الوطني هو بيلعب مباراته الأولى في دورة عاصمة مصر. الحقيقة إمام عاشور اتخبط في كتفه، لأنه إمام من اللعيبة اللي أنت تحبيها، إمام من اللعيبة اللي أنت لما تشوفها تلاقيه دايما بيجتهد في لعبه، سواء مع المنتخب سواء مع النادي الأهلي سواء في أي حتة بيلعب فيها الحقيقة. وبالتالي عندما ترى إمام عاشور بتبقى سعيد جدا بهذا الرجل أو بهذا اللاعب المحترم. الحقيقة كلنا زعلنا، كلنا اتضايقنا على إمام عاشور، كلنا كنا شايفين ان امام عنده هنفتقده خلال الشهرين ثلاثه اللي جايين للاسف الشديد، لانه تدريبات يوميه بيتواصل بها النادي الاهلي خلال هذه الفتره استعدادا لمواجهه يوم الجمعه ان شاء الله، زي ما انت عارفه وزي ما كل جمهور النادي الاهلي يعلم تماما. استعدادات النادي الاهلي قائمه، الفريق دلوقتي بيستعد الحقيقه بدون القوام الرئيسي المتواجد مع كل المنتخبات الوطنيه تقريبا، يعني كولر عايز يجهز كل اللعيبه يتعامل مع كل الظروف قبل مواجهه سيمبا. ياما اتحطينا في ظروف زي دي وياما شفنا ظروف زي دي كتير يا نهوان. اتفق معاك جدا كابتن اسلام. هي مباراه في الاول وفي الاخر طبعا هتبقى مباراه صعبه، مباراه قويه زي ما كان كابتن اسلام بيتكلم، زي ما الكل شايف الاهلي بيمر طبعا بظروف صعبه جدا، ظل تواجد عندك الدوليين مع المنتخبات بتاعتهم، الاصابات اللي بيعاني منها الفريق كل مره وكل موسم، وقبل كل بطوله بنقول يا رب ما يبقاش في اصابات، لكن للاسف الشديد الامر يعني دايما بيبقى متكرر، دي حاجه مش في ايدينا تماما. كناش نتمنى ابدا اي لاعب بالمناسبه، يعني مش قصه بس امام عاشور، لكن طبعا امام عاشور من اللعيبه اللي اندمجت بشكل كبير جدا، قدمت بشكل سريع جدا على الارض كتير للنادي الاهلي، ارتبط الجماهير بامام عاشور، ارتبط هو بالنادي الاهلي، فقصه حلوه وعلاقه حلوه. فللاسف الشديد احنا بنقول امام عاشور طبعا نقول له الف سلامه عليك، ترجع بالف سلامه، ويا ريت يبقى ريكفري طبعا سريع وتكون افضل كمان من الاول. هو بيجري مفروض النهارده واجرى عمليه جراحيه الحمد لله كانت ناجحه، بنطمن برضو حضراتكم في الكتف، وده كان بمعرفه يعني احد كبار الاطباء المتخصصين. كلنا عارفين طبعا امام عاشور كان تعرض للاصابه زي ما كان كابتن اسلام بيحكي وقت منتخب مصر يعني. وخليني برضو اضيف هنا دكتور احمد جبلة طبيب الفريق قال تحديدا ان الجراحه اللي اجراها امام عاشور يعني بتدعو للتفاؤل، ما فيش اي قلق ان شاء الله، بس هتكون فتره وهيغيب عن الملاعب ويعود مره ثانيه باذن الله يتالق، لان وجوده اساسي. حتى لو احنا بنتكلم ان طبعا الاهلي بنحضر والسكواد بتاعنا، احنا عندنا سكواد واثنين بالمناسبه، لكن برضو في لعيبه وجودها امر مطمئن لباقي الفريق، فباذن الله يعود يعني في اسرع وقت باذن الله. الحقيقه برضو لانه النقطه دي انا ناس كتيره جدا، انا امبارح واحنا قاعدين ولا اول امبارح حتى كان برضو من كام يوم عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ محمد الجرحي عامل السحور بتاع كل سنه، فاحنا قاعدين بنتكلم ففي البعض بيسالني يقول لي يعني هو اسلام انت من رايك ان امام عاشور وصل للمستوى اللي كان بيلعب فيه قبل كده في نادي الزمالك وما قبل نادي الزمالك؟ وانا الحقيقه السؤال ده بالحقيقه بيحيرني جدا، لانه النادي الاهلي يا جماعه لازم تعرفوا، كل الناس لازم تفهم هذه الكلمه لانه كلمه مهمه جدا، النادي الاهلي مختلف شويه، النادي الاهلي عندك الجماهير والمدير او المدير الفني الحقيقه تحديدا مبدا او اي مدير فني بيجي النادي الاهلي بيبقى همه الاول هو التكتيك، ازاي اقدر العب بشكل تكتيكي متميز عشان اقدر افوز، وهو ما يميز النادي الاهلي. وبالتالي اي لاعب بيخش في منظومه النادي الاهلي بيعمل ابداعاته وبيعمل كل حاجه، ولكن في نفس الوقت في الاخر بيبقى التكتيك هو الغالب على الامر. يعني ايه؟ يعني انت كباك رايت مثلا ممكن يقول لك ايه اصل اسلام كان في الاسماعيلي افضل من الاهلي، لا هي مش كده خالص، ولكن اسلام ملتزم في الاهلي اكتر من اي حته تانية. يعني ايه ملتزم بواجبات؟ فرض شخصيه الاهلي بتتفرض على كل لاعب ينتمي ليه، واجبات معينه. صحيح. يعني ايه؟ يعني هناك واجبات معينه المدير الفني بيطلبها منك وهي المطلوبه، اذا زودت عنها اوكي، ولكن المطلوب هو 1 2 3. لو عملت 1 2 3 انت 10 على 10، لكن ممكن تعمل 4 وما تبقاش 10 على 10 بالمناسبه، طالما ما عملتش 1 ولا 2 ولا 3. عشان كده انا بقول لحضراتكم انه امام عاشور وصل لاعلى مستوى ليه. انا شخصيا كنت اتمنى ان امام يكمل، لكن طبعا الاصابات دي قدريه قدريه وناس كتيره كانت على السوشيال ميديا بتقول لك ده حسد من كتر ما التركيز مع امام عاشور شكل كبير. هو فعلا من اللعيبه، يعني بغض النظر حسد ولا لا، احنا ممكن نكون بنهزر الناس دي بتهزر، بس هو فعلا من اللعيبه منذ انضمامه للنادي الاهلي وتم التركيز عليها بشكل كبير جدا. حقيقي ما تفهمش فيه ايه يعني طبيعي. بس طبيعي لانه هو
طبعا لاعب تقيل جدا جاي من نادي منافس اكيد ومنافس شرس، وجاي النادي الاهلي واكيد تحدي كبير ليه، وتحدي كبير كمان لازم النادي الاهلي كمان يبقى على الصعيد الثاني. الصفقات اللي بيجيبها بتنجح وده امر على فكره طبيعي جدا، فهي وين وين سيتويشن. تحدي صعب لكن التركيز مع امام عاشور عالي جدا. انا عجبني بصراحه في البرنامج كان مع رامز ان هو لما كان ميدو بيحاول يصر ان هو يقول حاجات تانية، انا عجبني الاصرار، عجبني التفاني، عجبني. انا على فكره بالمناسبه من الناس اللي احب اسمع، فكان اصراره ان هو اهلاوي، كان اصراره ان هو بينتمي للنادي الاهلي، مش عارفه ليه في ناس حابه تسمع حاجه تانية الحقيقه ما بفهمش، بس يعني ما علينا ما علينا. كلها امور في الاخر من الناحية النظرية عندما تنظر للي بيعمله إمام عاشور وبقية اللاعبين في النادي الأهلي هتجد أن دايما زي ما كنا هنا بنتكلم عن نواحي الإنسانية داخل النادي الأهلي فيما يخص عائلة النادي الأهلي، تجد على الجانب الآخر في النواحي الرياضية والنواحي الفنية تحديدا وكرة القدم تحديدا أي لاعب بيخش فهو ترس من التروس اللي موجودة داخل النادي الأهلي. مفيش لاعب يعني هو اللي بيشيل الفرقة، مفيش حاجة اسمها كده داخل النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي بيشيله 11 لاعب او انا اسف 30 لاعب موجودين في قائمه النادي الاهلي مع مدير فني يستطيع النهارده ان هو يضع اسلام، بكره يضع محمد، بعده يضع علي، هو حر في الاختيارات اللي هو بيختارها لانه في النهايه انت عندك المدير الفني هو اللي دايما بيسال في مثل هذه الامور طبعا. وبيحاسب في اخر السنه. وبالمناسبه مين اللي بدع كلمه الحساب اخر السنه؟ هو النادي الاهلي أو عقيدة النادي الأهلي. عقيدة النادي الأهلي بمعنى أنه أنا مش هاجي في نص الموسم أمشي إسلام علشان إسلام خسر ماتش. ما هو إحنا خسرنا من سان داونز 5-2 أنا على ما أتذكر في آخر بطولة خدناها أمام الوداد، وكسبت في المباراة النهائية، وصلت المباراة النهائية وكسبت المباراة النهائية، وبالتالي دايما الحساب بيكون نهايه الموسم. طبعا الاستقرار الاداري شق اساسي من كيان النادي الاهلي، احنا ما عندناش الحساب بالقطعه ده مستحيل. ولو ما كانش فيه ده، ولو ما كانش النادي الاهلي بيقدم ده، ما كانش هيبقى فيه النتائج دي. لان صحيح. قصه ان انا اقعد اجيب مدير فني وامشي على فكره ما بتحصلش في العالم. يعني احنا كنا بنتكلم حتى على منتخب مصر لما كنا بنسمع دايما في تغيير في مديرين فنيين، كنا بنقول ده عمره ما بيحصل في العالم. يعني صحيح. احنا دايما بنبقى كده التجربه الاولى، يعني حاجه كانت صعبه جدا على كل حال. اللي فات مات احنا على حاجه جديده، ربنا بس يقوم امام بالسلامه ان شاء الله، دي اهم حاجه. في اسرع وقت الحمد لله ان اطمنا ان العمليه ناجحه لحد دلوقتي، بس طبعا الريكفري هياخد كده كده وقت، يعود بقى لما يبقى جاهز بشكل كلي، بس اكيد محتاجينه في اسرع وقت طبعا ان شاء الله.